إذا هذه الفئة لها أهميتها وخاضت معارك ومنذ 2008 والملف المطلبي ديالها كيتجرجر، ولكن كانت وعود تمثل والوعود ولكن لم يتم الالتزام بها. إلى حدود اليوم كان اللقاء أو اتفاق في 18 يناير 2022 اللي تم فيه على الأقل اتفاق على إحداث إطار أستاذ باحث في قطاع التربية الوطنية، له نفس المسار المهني ديال أستاذ باحث في التعليم العالي، ومع يعني عدم يعني فتح مع عدم إعمال المباراة وإعمال يعني الترقية أو تغيير الإطار بالأثر الرجعي. إذن هذا المطلب هذا كيبان على أنه الحدود اللحظة على مستوى التسريبات اللي كاينة في النظام الأساسي أنه كاين تلكؤ في التفاعل مع هذا المطلب والاستجابة له. إذن كاين أولا كاين مشكل على مستوى الاسم، لأنه حسب بعض التسريبات اللي كتهضر على أنه الاسم فيه باحث مساعد وباحث مؤطر، في حين أنه تم الاتفاق في الاتفاق ديال 18 يناير على أستاذ باحث يعني مساعد وأستاذ باحث يعني بنفس التسمية اللي كاينة في التعليم العالي. في هذا الإطار حنا كنجدوا الرفض ديالنا أي مساس بالمضامين ديال الاتفاق ديال 18 يناير، وكنجدوا المطلب ديالنا للوزارة بضرورة يعني تغيير الإطار لجميع الدكاترة يعني الحاصلين على الدكتوراه يعني بأثر رجعي وتسوية ديال هذا الملف، ويعطى المكانة اللائقة لهذه الفئة ضمن يعني المنظومة ديال التربية الوطنية. وحنا متأكدين بأن هذه الفئة إذا تعطت لها الحقوق ديالها وتعطت لها يعني المكتسبات ديالها أكيد سيكون لها دور فعال في مجموعة من الواجهات اللي يمكن تفتقد للتفعيل والتوجيه والتأطير إلى غير ذلك. إذا مرة أخرى كنجدوا التضامن ديالنا مع النضالات ومع المطالب ديال الدكاترة، وكنشبتوا بالمقتضيات ديال الاتفاق ديال 18 يناير، ونحمل المسؤولية لجميع الأطراف اللي شاركت في الاتفاق ديال 14 يناير واللي الآن لازالت مستمرة في الحوار أي مساس بالمطالب ديال هاد الفئة اللي عمرت طويلا واللي خص الملف ديالها ينطوى بسرعه وبدون يعني بدون تاخر وبدون تلكؤ وبدون جرجير عاوتاني اللي غادي يخلق ضحايا ويكون عنده تداعيات على الفئه وعلى القطاع وعلى الدخول المدرسي المقبل. اذا الان حنا تنظموا الملتقى الوطني 13 لان داخل الجامعه الوطنيه للتعليم، ونحن كهيئه يعني انه تقريبا كل سنه تنديروا واحد ملتقى وطني اللي خاص تناقشوا فيه اذا مواضيع. اذا هذه السنه تنظموا الملتقى رقم 13 اللي تيجي في واحد الظروف اللي هي الان نقدروا نقولوا بان كاين واحد انتظار للنظام الاساسي اللي مده هذه، وتم يعني كاين نقاش ديالو والمسودة ديالو لحد الساعة مازال ما خرجتش. إذن بالتالي هاد الوقيته هذه فهي واحد فجال الملتقى، فهي يعني الوقت اللي هو احساس، وحنا يعني اننا غادي درنا مجموعه ديال المواضيع اللي غادي تناقش اذا حسب البرنامج اللي توصلتوا به، لانه هو ملتقى اللي فيه الافكار، فيه نخرجوا بتوصيات، فيه نقاشات، خاصه ان هذه السنه يعني سوف ينصب النقاش حول البحث العلمي والبحث التربوي، ويعني وان كيفاش الدكاتره ديال القطاع كيفاش انه كراس مال بشري اننا نستفدوا منهم. اضيف بان هذا الملف هذا فهو من الملفات اللي هي عمرت طويلا، اللي من تقريبا
تقريبا كاين اللي عندنا اللي عنده الدكتوراه من 2000 يعني انه 23 سنه وهو لم يستفيد رغم ان الكل الوزراء كاع الوزراء اللي تعاقبوا على هذا الملف هذا فهم يشيدون ويعترفون باحقيه ديال هذه الفئه. لحد الساعه ليس هناك اي حل بل اكثر من هذا الان من خلال التصريبات اللي جاتنا من هذا ما النظام الاساسي فهذا لحد الساعه الا كان داك الشيء صحيح فهو لا يبشر بالخير. ومن هذا المنبر هذا فنحن نتشبث كهيئه وطنيه للدكاتره نتشبث باحداث اطار استاذ باحث كيف ما كان تم الاتفاق عليه مع النقابات الخمس الاكثر تمثيليه تحت اشراف رئيس الحكومه واللي تيقول بان اطار استاذ باحث له نفس مسار هيئه الاساتذه الباحثين في التعليم العالي يعني سواء على مستوى الارقام شبكه الارقام السيد العليا سواء على بالنسبه للترقي الى غير ذلك. اذا حنا كهيئه نعلنها وراه قلناها مؤخرا في واحد الرساله اللي وجهناها للراي العام بان نرفض اي تسويه اللي هي تتنقص على الاتفاق اللي اتفقنا عليه. المداخله التي ساقدم عبد النور صديق استاذ باحث عبد النور صديق استاذ باحث بجامعه محمد الخامس بالرباط المداخله التي سنعمل على تقديمها خلال هذا الملتقى تتمحور حول اشكاليات البحث العلمي بالجامعه المغربيه والتي تتمحور حول ثلاث عناصر اساسيه وهي واقع ومؤشرات البحث العلمي ان هذا الواقع ينم على ان ضعف البحث العلمي والتأطير بالجامعة المغربية ثم كذلك نتطلع إلى إبراز بعض الآفاق لهذا البحث العلمي من خلال تمويل البحث العلمي وكذلك من خلال توفير الأطر والموارد البشرية لتطوير البحث العلمي داخل الجامعة المغربية. كما قلت هذا البحث العلمي داخل الجامعة المغربية لا زال يعاني من عدة معيقات أبرزها ضعف التمويل وكذلك ضعف التأطير ثم كذلك غياب مختبرات مجهزة للقيام بهذه الأبحاث العلمية. وشكرا.